السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحالة دي مهمة أوي 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 للزملاء اللي بيشتغلوا فحص الفاريكوز. هقول فيها معلومات مهمة وتريكات مهمة. دي حالة فاريكوز بينز، هفهمكم بقى واحدة واحدة يعني إيه كلمة incomplete incompetence للسفن femoral junction، وإيه الخطوة اللي بعديها علشان نطلع السورس بتاعنا سواء بلبك أو other sources. هنمشي مع الحالة بتاعتنا واحدة واحدة. دي كانت عيانه 39 سنه، عندها اللور ليم هيفينس وشويه فاريكوز باينه فين يا دكتور؟ على الميديال اسبكت بالكامل، في الليج والني واللور ثاي، يعني الونج الديستريبيوشن بتاع الجريت ساتنس. بالعقل والمنطق دي شكلها كده تيبيكال فاريكوز بينز. فاريكوز بينز ماشيه ميديالي، خلاص الحاله دي هتطلع ايه؟ ستريت فورورد، وما تتعبناش بقى. طب ما تيجي نمشي فيها واحده واحده. انت بتعمل ايه لما بتعمل فحص الفايكوز؟ باكزامين الديب فينا سيستم وباكزامين السوبرفيشال. الديب فينا سيستم والعيانه نايمه، بيهمني ايه؟ ما فيش دي بي تي، علشان سواء كارنت دي بي تي او ايفيدنس اوف اولد دي بي تي ميورال ثيكنينج مثلا ولا حاجه، او انترليومينال فيلمنتس، علشان اقول لك ان الفاريكوز بينز اللي عند العيانه برايمري ولا سكندري. النقطه الثانيه الاهم على الاطلاق، مش ده كده في فلو في البين؟ ايوه في فلو. طب احزق يا مدام، الفلو واقف. ممتاز، يعني الديب فينس سيستم كومبيتنت. لازم تتشيك الديب فينس كومبيتنس وان كومبيتنس في كل عيانين الباريكوز فينس، في كل عيانين الفينس السر. المانجمنت هتختلف. فبسم الله، كومبيتنت وزي الفل، تمام. بوبليتيو فيمورال ليفل، خلاص حلوه. نخش على السوبرفيشال فينس سيستم. انا متوقع يا عم ده اللونج سافينس او جريس سافينس ريفلكسيف، فخلاص فاكيد الجانكشن هتبقى ريفلكسيف. ادي السافن وفيمورال جانكشن، احزقي يا مدام. المدام حزقت، هوب، يا نهار ابيض، مفيش ريفلكس. كومبيتنت سافن وفيمورال جانكشن. الله 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 الله، امال الفاريكوز دي كلها جايه منين؟ لا انا كده اتلخبط. انسوا بقى الحاله دي، هنخرج كده نحكي قصه هتستمر يمكن ربع ساعه كده ولا حاجه، فاستحملونا بقى ايه قصه الدوايه. احنا عندنا اتنين، واحد كده قديم اسمه هاتش او هاخ بالالماني، عامل كلاسيفيكيشن للفاريكوز هنتكلم عليها ان شورت، وفي واحد تاني حديث شويه فرنساوي اسمه فرانشيسكي، هتكلم عنه في سلايد او اتنين. تعالى نفهم حته الباريكوز اكوردنج لي هاتش كلاسيفيكيشن. هو بيقول لك ان الباريكوز عامله حاجه اسمها ري سيركيوليشن سيركت، دايره بتبتدي بايه؟ بالرفلكسيف سورس اللي هو غالبا بيبقى الجريت سافينس او الشورت سافينس. ده يا جماعه كده الديب فين، وده كده السافينس نفسه، وده السافينس الشورت، يبقى ده الجريت او اللونج وده الشورت. فاول حاجه هو بيقسمها لاربعه سيكشنز، الاولاني ريفلكس الى الجريت سافينس بي، ممتاز ده كده موجود، حلو. بعد كده السافينس نفسه بينقل الريفلكس بتاعه للتريبيوتري اللي هو بيظهر بقى على السكين بصوره دايليتد فينز او فاريكوز فينز، يبقى ده ريفلكسيف او انكومبتنت تريبيوتري. ده السكشن الثاني. السكشن الثالث هو الدم ده مش حصل له ارتجاع، ما هو لازم يرجع السيركوليشن ثاني، يبقى لازم يكون في بيرفوريتور او اثنين او اكثر مور ديستال عند نهايتهم، يبقى ده السكشن الثالث اللي هو درينينج بيرفوريتور فينز، او بنسميهم ري انتري بيرفوريتورز، تمام. واخر حاجه انه نرجع للديب فينس سيستم اللي هي الديب فينز. انا عندي اربعه سيكشنز، ناخد كده كلمه عن كل واحد. السكشن الاولاني الريفلكسيف سيكشن للجريت سافنس، هو مش ممكن يكون كله انكومبتنت؟ طبعا ممكن، وممكن يكون جزء منه، ايوه ممكن، تمام، زي الحاله بتاعتنا دي هنتكلم عليها كمان شويه. فده اول حته ريفلكسيف سيكشن اوف لونج سافينس بي، له جزء بدايه الريفلكس ونهايه الريفلكس في السافينس. بدايه الريفلكس اسمه، ده مهم قوي 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 ان انا احدده كل حاجه، البروكسيمال ريفلكسيف سورس، مشهور جدا في التيبيكال باريكوز ان انا الاقي incompetent سفنو فيمورال جانكشن زي الحاله اللي رفعتها قبل كده، وهرفع لكم اللينك بتاعها مع الحاله دي اللي هي اسمها تيبيكال فاريكوز فينز. incompetent سفنو فيمورال، شكرا، خلاص ده البروكسيمال ريفلكس سورس، تمام. بعد كده incompetent لغايه حته معينه اللونج سافينس بقى كومبتنت بعديها.
يبقى الحته دي نهايه الريفلكس في اللونج سافنس او في الجريت سافنس، اسمها ايه؟ ديستال ريفلكسيف بوينت. بعديها السافنس بقى كومبتنت. ممتاز. زي الحاله دي كانت incompetent subfemoral femoral junction, incompetent thigh course of great saphenous, بعد كده competent leg source أو leg course of great saphenous. ممتاز. السكشن الثاني الرفلكسيف تريبيوتري، هو نقل الرفلكس منه على التريبيوتري، وبالتالي هتلاقي رفلكسيف تريبيوتري على اللور ثاي، على الني، على الليج along الكورس بتاعه، لكن غالبا غالبا ما بيبقاش في البروكسيمال ثاي. لذلك لو لقينا بروكسيمال ساي فاريكوس فينز دور على اي تيبيكال سورس. لو لقينا فاريكوس فينز فمثلا في البوستيريور ثاي دور على اي تيبيكال سورس. لو لقيت طبعا في البرينيوم او في البوليتيل او كده دور على اي تيبيكال سورس، اي تيبيكال فاريكوس فينز. تمام. يبقى السكشن الاولاني الريفلكسيف سكشن او سيجمنت من الجريت سافنس. السكشن الثاني اللي ممكن يكون موجود وممكن ما يكونش موجود، يعني ايه؟ يعني ممكن يا جماعه اللونج سافنس يرجع الريفلكس مباشره للديب فينس سيستم وخلاص على كده، يعني بيرفوريتور منه، او يرجع الريفلكس للتريبيوتري والتريبيوتري بعد كده للديب فينس سيستم عن طريق بيرفوريتور. فالبيرفوريتور تمام هيجي بعد شويه اللي هو السيجمنت الثالث. يبقى الحاله بتاعتنا دي مثال للمنظر ده. يعني ايه؟ يعني كان مثلا في البروكسيمال ثاي كان دايليتد لونج سافنس، في الديستال ساي والني كان دايليتد وريفلكسيف لونج سافنس، لكن جيت في الليج مليانه فاريكوز ومع ذلك اللونج سافنس لقينا صغنون وكومبتنت وحلوه. خلاص هو نقل الريفلكس بتاعه لفين؟ للتريبيوتري. فمهم تقول بدايه الريفلكس فين في اللونج سافنس؟ نهايه الريفلكس فين في اللونج سافنس؟ يا ريت دي نكتبها في التقرير. طبعا السكشن الثالث انه بيرفوريتور، البيرفوريتور اللي بيدرين الريفلكس ده اسمه ري انتري بيرفوريتور. مش هتلاقيه بقى في فوق، لا هتلاقيه عند نهايات الباريكوس فينز. هتلاقي واحد او اثنين او ثلاثه، يهمني اي واحد؟ لا الدايليتد والانكومبتنت. تمام؟ اوكي. طيب السكشن الرابع الديب فينس سيستم. يا عمي يا عمي ايه؟ لا دي اهم حاجه، دي اللي هي بقصد بيها الديب فينس انكومبتنس. كومبنسيتد ولا دي كومبنسيتد ريسيركيليشن؟ يعني ايه كومبنسيتد؟ يعني احزق يا مدام، المدام ما عندهاش ديب فينس انكومبتنس، يبقى الدم اللي رجع لها او الدم اللي ارتجع عن طريق الفاريكوز مش كتير، ما عملش دايلاتيشن ولا انكومبتنس، فدي اسمها كومبنسيتد سيركيليشن، عالج الفاريكوز وخلاص على كده. لكن هنا ايه اللي حصل؟ الدم اللي كان راجع كتير جدا لدرجه انه عمل دايلاتيشن للبين، تيجي تحزق مثلا المدام، ده حصل ريفلكس للديب فينس. لا شكرا، انت كده كرونيك فينس انسفشنسي. سيب بقى الفاريكوز وبص لي بقى على مين؟ على الديب فينس. المنظر ده بيحصل مع لارج فوليوم تمام، وممكن يحصل من غير ما تبقى فيه فيزيبل فاريكوز فينس. ده بيبقى السبب بتاع الفينس ألسر في بعض العيانين. علشان كده مهم جدا يا شباب نشوف او نتشيك الديب فينس انكومبتنس. يبقى الاخ بقى هاتش قسمها لنا لاربعه سيكشنز، الريفلكسيف بارت بتاع اللونج سافنس، الريفلكسيف تريبيوتري، البرفوريتور، الديب فينس سيستم. اما عمنا بقى فرانشيسكي ده قسمها لنا علشان حاجه اسمها مينيمال انفيزيف سيرجري او سافنس سبيرنج سيرجري. انا هعمل سيرجري صغنونه للحته الريفلكسيف واسيب السافنس نفسه، ينفع العيان بقى في عمليه كابتش او اي حاجه ثانيه. تمام. قسم هنا الايه بقى لثلاثه بارتس. هو قال النظريه كده معينه، قال ان الفينس دي بقى مش ريسيركيليشن، دي نتوركس، ثلاثه نتورك متوصلين ببعض في حالات الفينس. النتورك الاولانيه ان 1 اللي هي عباره عن ايه؟ الديب فينس سيستم وما بيها من بيرفوريتور او اللي بيوصل لها يعني. النتورك الثانيه اللي هي ان 2 الانترفاشيال اللي هو السافنس نفسه، سواء كان اللونج سافنس، الشورت سافنس، التشاكوميني. النتورك الثالثه اللي هي التريبيوتري الفاريكوزد بقى اللي موجوده فوق. بالفرنساوي نتورك يعني ريسو او ريسو، ما اعرفش بقى يعني نطقها ايه، انا ما كنتش فرنساوي، انا كنت الماني. فبيرمز لها برضه الار، يعني N1 أو R1، N2 أو R2،
N3 أو R3. ودي هيحتاجوها بعض الكلينيشنز اللي بيشتغلوا حاجة اسمها مينيمال انفيزيف سيرجري أو تشيفا استراتيجي. يبقى R1 هي الديب فينس سيستم، تمام، اللي هو دي N1. R2 اللي هي السافينس كومبارتمنت، سواء كان جريد سافينس أو شورت سافينس أو جايكوميني، اللي هو جوه السافينس كومبارتمنت متحوط بالسافينس فاشيا. R3 أو N3 اللي هي التريبيوتري نفسها. يبقى أنا عندي أول حاجة في القصة بتاعتنا اللي هي إيه؟ التقسيمات بتاعت هاتش اللي إحنا غالبًا شغالين بيها أو فرانشيسكا. تاني حاجة في القصة بتاعتنا معلومات قلناها قبل كده اللي هي إيه؟ السافينوفيمورال جانكشن اسمها جانكشن أو اسمها كونفلونس أو اسمها آرك، بتتحرس بإتنين فالفز، إتنين فالفز بيحرسوها. واحد عند الأوستيوم او حوالي سنتي سنتي ونص من الاوستيوم اسمه تيرمينال فالف، تمام، اللي هو ده. بعد كده واحد في اللونج سافينس نفسه على بعد مثلا 3 4 اب تو 8 مثلا سنتي اسمه بري تيرمينال فالف، اللي هو ده. ولازم لما نشيك الكومبيتنس بتاع السفن في جانكشن ده وده، يعني اول 7 8 سنتي معايا، ما ينفعش كده ايه نشيك هنا ونمشي غلطنا 100%، تمام. اوكي طيب تعال نشوف. هنا كان ريفلكسيف اسافينوفيمورال جانكشن، حلو، وريفلكسيف اللي هو اللي هنا تيرمينال فالف وبري تيرمينال، ده بتسميها كومبليت انكومبتنس، حلو جدا. اما حاله زي الحاله بتاعتنا كان في ريفلكسيف اللونج لغايه اخره، يعني البري تيرمينال فالف، اما التيرمينال فالف اللي هي الجانكشن نفسها كانت كومبتنت، يا نهار ابيض، دي بيسموها ايه؟ incomplete incompetence. طب ده معناه ايه؟ لما الاقي العيان فاريكوز along the medial side وفاريكوز وريفلكس في اللونج سافنس بالكامل، يعني البري تيرمينال انفولفد حتى لو ما شفتوش، لكن التيرمينال كومبتنت، اذا له سورس طلعه لو سمحت. كومنلي انه بيبقى جاي من البلبس عن طريق الفينز اللي بتفتح في السافينوفيمورال جانكشن، هنقولها حالا. يبقى لما تلاقي انكومبليت انكومبتنس، ما معنى الكلمه دي؟ كومبتنت تيرمينال فالف، انكومبتنت بري تيرمينال فالف. لو سمحت دور لها على سورسات زي ايه؟ لو لقيت السافينس من بدايته ريفلكسيف، تمام، لكن الجانكشن كويس، يبقى غالبا جاي من بلبيك سورس. شرحتها في الحاله اللي فاتت وبرضه هعيدها في الحاله دي. طيب لو لقيت مثلا في سيجمنتال انكومبتنس، يعني في جزء كومبتنت من السافنس وفي جزء ثاني كومبتنت وجزء هو اللي ريفلكسيف، ممكن تشوفها على فكره على عيان حته باريكوس في حته واحده الونج الكورس بتاعه، ده ممكن يكون اندرلاينج ريفلكسيف بيرفوريتور. ونركز بقى في بيرفوريتور تحت خالص اسمه ري انتري بيرفوريتور، ده بيبقى على الديستال اسبكت، لكن لو لقيت بيرفوريتور عند البروكسيمال اسبكت ده اسمه ريفلكسيف بيرفوريتور اللي هو السورس بتاعي، تمام. طيب ممكن لو لقيت بقى السافنس ريفلكسيف تحت خالص، ممكن يكون السورس يا جماعه جاي من الشورت عن طريق انتر سافنس بينز او كروس كوميونيكيتنج، او اعلى شويه جاي من الجاياكومين. يبقى دي بوسيبل ريفلكسيف سورسز لو في انكومبليت انكومبتنس. تالت واخر حاجه في القصه بقى بتاعتنا عشان نرجع للحاله، انا عارف ان احنا خرجنا منها بس انا عايز اعلمكم اساسيات الفاريكوز. السافينوفيمورال جانكشن احنا قلنا اسمها جانكشن او كونفلونس لانها تجميع او ارك. بيفتح فيها مين؟ اللونج. بيفتح فيها مين؟ الانتيريور اكسسوري. بيفتح ثلاثه تريبيوتريز جايين من البنانيوم والبلبس اللي هو السيركمفلكس، الايبيجاستريك، البيودندر. انا كده قايل الاختصارات بتاعتهم. بس اي واحد من دول لو في ريفلكس غالبا جاي من البلبس هيعمل لي ايه؟ هيرجع الدم جوه الجريت سافينس، هتلاقي بري تيرمينال فالف انكومبتنت، لكن السافينوفيمورال جانكشن فالف نفسه اللي هو التيرمينال كومبتنت. يعني ممكن دي تكون الحاله بتاعتنا، ممكن ده مثلا كانت حاله نورمال ما فيهاش غير الجريت سافينس وهو بيفتح ال اس في الكومن فيمورال، ده هنا الجريت سافينس بيفتح في الكومن فيمورال، لكن في واحد جاي من فوق اللي هو السوبرفيشال انفيريور ايبيجاستريك. ريفوكس. نرجع بقى للحاله بتاعتنا من اول وجديد. اللي بيسمع الفيديو ده وعايز يريح
يريح ويسمع الفيديو مرة تانية، بعد كده يرجع للحالة علشان بس يتخيل اللي حصل فيها. احنا قلنا ايه؟ عندها varicosities على اللونج الميديال اسبكت بتاعت اللور ثاي والليج، يعني along اللونج سافنس او جريت سافنس. جايين نتشيك التيرمينال فاليو بتاع السافن وفيمورال جانكشن. احزقي يا مدام، المدام حزقت، مفيش اي ريفلكس، خلاص يبقى كده كومبيتنت تيرمينال فاليو، ممتاز. جاي بعد كده جبته بالال اس، نفس الفكره، احزقي مفيش اي مشكله. ليه هنا الصوره دي مختلفه عن الصوره اللي فاتت؟ لان الصوره اللي فاتت كانت العيانه نايمه، تمام، انا بتشك عليها والعيانه نايمه، وبري تشك على الفينس السوبرفيشال فينس سيستم بالكامل والعيان او العيانه واقفه. فجيت بقى والعيانه واقفه، عشان كده منظر الاستجنيشن ده دليل ان في عندنا سيجنيفيكانت فاريكوز. السافن وفيمورال جانكشن او التيرمينال فالف كان كويس، يعني حتى مع الاستاندنج لازم نعلق عليه في الاستاندنج، كان كويس يعني كومبيتنت، ممتاز. طيب تعالى بقى بعديها بكام سنتي، بعديها حوالي مثلا 7 8 سنتي، لقيت فالف تاني والحته بتاعته دايليتد من غير ما نتشيك، احزق ما احزقش، ما فيش، ما بيقفلش، يبقى ده كده بري تيرمينال فالف ماله انكومبيتنت. طب انت قلت لنا ان في كومبيتنت تيرمينال فالف وانكومبيتنت بري تيرمينال فالف، ده بيساوي ايه؟ ان العيانه دي عندها انكومبليت انكومبيتنس. ما معنى الكلام ده؟ دور على سورس للانكومبليت انكومبيتنس، ممكن يكون بلبك سورس، يعني الانفيريور ابيجاستريك سيركمفلكس، واحد من الحاجات، او البيودندال، واحد من الحاجات دول ريفلكس. ممكن يكون في بيرفوريتور كبير بروكسيمالي هو اللي ريفلكس. ممكن يكون الريفلكس ما نقول له، هيبقى غالبا لو عيانه زي كده في الثاي مش هيبقى الشورت بقى، هيبقى الجاكوميني نفسه، تمام. فانا بدور على الحاجات دي. انت ليه جبت لنا المنظر ده؟ لا المره دي سكند لوك، انا كده عارف ان في انكومبليت انكومبتنس، فبحاول استبعد البيلدك سورس، بحاول استبعد اي واحد اب نورمال كده من السفن وفيمورال، من اللي هي التربيوترز دي. اول وهله عدت عليا، لكن لا ارجع 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 ارجع، مين ده؟ ايه ده؟ ده في واحد بيصب برضه قريب من الجنكشن، بس مش في الجنكشن، ده كان بيصب في اللونج سافينس بعد الفالف مباشره. الفيديو ده عندكم بقى اللي هو الصغير ده، ونزلوه وشوفوا ان هو بيصب فين، بيصب في اللونج سافينس بعد التيرمينال فالف مباشره. لذلك يا جماعه هو ده المصدر بتاعي. طب هو جاي منين؟ من فوق من البلز. شكرا، انا حددت كده المصدر او رجحت المصدر. طيب الخطوه الثانيه لما تقول لي ان انا عندي موست لايكلي بيلفيك سورس، الدكتور هيطلب طب ما تحدد لي بقى ايه اللي ريفلكسيف بالظبط. معلش يا دكتور يا كلينيشن، انا اسف ما بعرفش اشتغل بيلفيك فينس دوبلر، ابعتها لواحد يشتغل بيلفيك فينس دوبلر، او ايفن اعمل لها فينوجرافي، اما ار فينوجرافي سي تي فينوجرافي. خلاص انا عارف ان في مشكله غالبا في الاوفيريان، لكن النص الثاني من الحاله انا هقول لكم هتجيب الاوفيريان ازاي بسهوله ان شاء الله. يبقى انت كده الخطوه اللي فاتت انت عرفت ان في انكمبليت انكومبتنس، وما تزعلوش ان انا بكرر، وما تضايقوش ان الحاله طويله، دي محاضره شرح للفاليكوز، انا طبعا هشرحه على كذا حاله عشان يبقى واحده واحده. احنا قلنا ايه؟ كومبيتنت تيرمينال فالف، انكومبيتنت بري تيرمينال فالف. لما رجعت هنا ده فعلا في هنا ايه؟ انفيريور ايبيجاستريك اللي هو جاي من فوق وفاتح في اللونج سافينس immediately after التيرمينال فالف، يبقى هو ده السبب. عرفته ازاي؟ بالسكند لوك، لا حرج. اول مره عدت عليا بصراحه عدت، بعد كده رجعت لقيته. يبقى كمل الفحص بتاعك، بعد كده شوف موضوع البلبس. كملت الفحص بتاعي، اللونج سافينس هنا ريفلكسيف وفي شويه تريبيوتري فوقيه، خلاص يبقى هو عدى الريفلكس للتريبيوتري، يعني من الفيرست سيكشن للسكند سيكشن، ومع ذلك لسه فيه هو برضو ايه؟ ريفلكس بتحصل، ايوه طبعا. عند الني هو لسه دايليتد، نقيسه الديامتر كذا، ده برضو لسه ريفلكس. عند الليج بقى صغنون خلاص، يبقى ده كده بقى كومبيتنت جريت سافينس. فانا
قلت للكلينيشن ان الريفلكس ابتدى مع البريتينال فان وانتهى تقريبا تحت الني بسنه بسيطه بقى كومبتنت. سمع هنا بقى في تريبيوتري وسمع هنا برضو في تريبيوتري. يبقى دي كده كانت الريفلكس او السكشن 1، ودي طبعا الحاجات اللي ظهر على السكين اللي هي سكشن 2، واخر حاجه طبعا كان البرفوريتور والديب فينس سيستم كان كويس تمام. فده كده كان البرفوريتور، كان واحد ولا اثنين موجودين ديستالي عند الليج، لكن حاول تذكر اللارج يعني اكتر من 3 مللي، ولو كان فيه انكومبتنس هنا كان كومبتنس فما كانش فيه مشكله تمام. ونرجع تاني لما تلاقي انكومبليت انكومبتنس، واحد اثنين ثلاثه، احنا دي مشهوره مشهوره قوي البلبك سورس. سؤال بسيط جدا للعيانه، يا سيدتي الفاضله حصل مع البريجنسي؟ ايوه يا دكتور. طب عندك في حته تانية؟ انا عندي تحت في منطقه النسا ومش عارف ايه اللي هي ايه بالبل وبرينيال وكلام من ده، هيستوري صغير كمان في ديسبارونيا. في ديسبارونيا، شكرا تمام. انت كده ديفينيتلي بيلبك سورس. طيب معلش يا دكتور ايه السورس بقى؟ ده الكلينيشن بيسالك الحليوه ده. طب ما انت قلت له بيلبك سورس. ايوه يعني ايه عالج ايه؟ في حاجه اسمها بيلبك سورس وبس؟ ده انت كده بترجح لي هل اوفيريان، هل ليفت، هل رايت، هل نات كراكر، هل مي تيرنر. ما انت تقول لي في ريفلاكس ولا في اوكلوجن، ما فيش مشكله. انا المفروض بيتعمل حاجه اسمها بيلفيك فينس دوبلر، بس ده العيانه بتصوم وممكن اعمل ترانس فاجينال، يعني ده فحص تاني خالص. فانا عملت كومبلمنتري، انا يعني كانت جايه لي في اخر الشيفت، اكشفي بطنك بعد اذنك هنبص كده دقيقتين، بانت الكونديشن خلاص حلو، ما بانتش هقوم ريكومند في نهايه الاوبينيون بتاعي فور بيلبيك فينس دوبلر افتر او ريباريشن. المهم بصينا على اليوترس اللي كان في اي دي، مش شايف فاريكوز بريوتران كبيره، مع ان انا شبه متاكد ان عندها تمام، بس طبعا هتبان احسن بالترانس. طلعت ولله الحمد هي ما كانتش مليانه قوي، فباين عندنا ايه الليفت اوفيريان ليفت رينال فين، والمنظر ده اي نايب اشعه بيجيبه سوبر ميزنتريك، وده الاورطة، وادي كده ايه الليفت رينال. انا حاسس ان مضغوط في الحته دي، هنتكلم عليها لاحقا كانت كراكر، مش دلوقتي. انا دلوقتي هركز في حته الاوفيريان فينز. ليه؟ مش كل الاوفيريان فين ريفلكس هيبقى نات كراكر تمام. اوكي طيب ده الليفت رينال فين، انزل تحته بالبروب سنه صغيره، سنه صغيره يعني تي اس سنه صغيره. نزلت يا دكتور سنه صغيره، ادي الاورطه وادي الاي بي سي، لقيت دايره تحت الرينال بين، هو ده الليفت اوفريان بين. ممتاز. طيب نعمل ايه عشان نتشيك الريفلكس؟ فالزالفا احزق يا مدام، الفيلد اختفى، هو ده اللي هيحصل. فانت تعمل ايه قبل ما تصور الصوره دي؟ هتقول لها خدي نفس وقفي بس بسرعه. لو خدت نفس جامد الفيلد اتغير بالكامل، الديافرام بينزل وانا قريب منه، كل ده هيختفي. فبنعمل حاجه اسمها ساكل فالزال، يعني مجرد وقف النفس، مجرد وقفه النفس، وقفه النفس هتعمل ريفلكس. ده يا جماعه الاتجاه بتاع الاي بي سي وورد الهارت، وده الاتجاه بتاع الليفت اوفيريان فين. شكرا. عكس اتجاه الاي بي سي، انت ريفلكسيف وانا كده قلبي مستريح من بصه واحده، من بصة واحدة انت عرفت شخص ولله الحمد. حلو جدا، ده عن طريق مقارنته بالاي بي سي. طب ما تقارنه بالاورطة الليس. انا جيت على الاخ ده اللي هو بيبقى مريح على السوس، الاورطة بيبقى مريح على السباين. حلو جدا، جبت الليفت اوفيريان فين وهو مريح على السوس، لقيت الكلر من هنا لهنا، انا مش فاهم الكلر دايركشن كويس يا دكتور. مفيش اي مشكلة، علشان ما تلخبطش نفسك انجل البروب ميديال شوية، هات الاورطه وهو ادي كده ديسك وادي الفرتبري، الاورطه واخد الاتجاه ده. انا عارف ان ده كده كرينيال وده كودل تمام، يعني هيبقى احمر وازرق، لكن بمنتهى البساطه لو اتلخبطت في الكالر بص على الاورطه، احمر فازرق، والاورطه ديفينتلي كرينيو كودل. الليفت اوفيريان فين بنفس الكالر سيتنج، احمر وازرق، يبقى شكرا نفس الكالر دايركشن. هتقول لي انت ليه هنا عملت السرعه 16 وهنا كانت 40 او 50؟ لان دي سرعه اورطه، لكن ده سرعه فين؟ لكن نفس الكالر دايركشن ما غيرتوش. اذا الليفت اوفيريان فين في ال اس واخد الدايركشن بتاع الاورطه، في التي اس عكس الدايركشن بتاع الاي بي سي. شكرا يا ليفت يا اوفيريان فين،
اقيسه بقى ريست واقيسه كمان مع البنزلبه هتلاقيه معدي 5 مللي، بعض الكتب معديه 6 لكن غالبا بيبقى معدي 5 مللي. خلاص شكرا. انت ريفلكسيف، مهم بقى ان انا اقول ايه هو الريفلكس ده، موجود على طول ولا انترميتنت؟ ليه؟ لو موجود على طول نات كراكر اكيد. ليه؟ ما هو كده في حاجه قافله الليفت رينال فين، وبالتالي الكيدني نفسها بتدرين هنا. انتوا متخيلين المنظر ده؟ فلذلك لو الريفلكس ده موجود على طول كونتينيوس ريفلكس انت نات كراكر، في قافله فوق. لكن لو كان انترميتنت تمام، ده ممكن يكون كونجينيتال بقى ريفلكس، في ديفكت في الفالفز اند اند. انا طبعا ما بشرحش النات كراكر في الحاله دي عشان بس ايه الناس تقول لي ازاي الكلام، انا بس على الاوفيريان بيس. طيب ادي يا جماعه الاورطه وادي الاي بي سي، ونزلت عن الليفل اللي فات تحت سنه صغيره، ايه ده؟ انا حاسس ان في حاجه بتفتح في الاي بي سي عند الساعه 10 اوكلوك، ده المكان اللي بيفتح فيه الرايت اوفيريان بيل. شكرا. انزل تحت شويه ساب الاي بي سي، ايه اخبار مع سنه البلزلفه الخفيفه او وقفه النفس عكس الكلر بتاع الاي بي سي؟ يا نهار ابيض، باي لاترال اوفيريان ريفلكس بتحصل؟ ايوه بتحصل. تمام، يبقى الحاله بتاعتنا دي باي لاترال اوفيريان فين ريفلكس. عرفناها ازاي يا دكتور؟ عن طريق الانكمبليت انكومبتنس. قلت بسم الله الديب فينا سيستم كويس، السوبرفيشال كومبتنت تيرمينال، لكن انكومبتنت بري تيرمينال. معظمنا هيجي عند الحته دي وهتلاقيه بدا يتلخبط. ليه؟ العيانه عندها لور ليم فاريكوز الونج الميديال، يعني المفروض السفن فيما تبقى انكومبتنت. الكلام ده لو كان التيرمينال بالب بس، يعني انا ما قبل موضوع التيرمينال والبريتال. فانت لو لقيت كومبتنت سفن فيما اللي انت متعود عليها اللي اسمها تيرمينال بالب، لازم تتشيك البريتيرمينال. تمام، بريتيرمينال انكومبتنت دي كونديشن اسمها انكومبليت انكومبتنس. ما تزعلوش من الاعاده، اسمعوا المحاضره مره واثنين وثلاثه، الحالات دي مشهوره قوي مش قليله، مشهوره قوي. اول ما تلاقي المنظر ده بص على باقي الفينز بالتي اس، ممكن تلاقي البيودندل، ممكن تلاقي السيركمفلكس ايليك، هتلاقي بسم الله الرحمن الرحيم انتيرو اكسسوري ايفن، بالال اس هتشوف الانفيرو بيجاستريك لانه جاي من فوق، انفيرو سوبرفيشال او سوبرفيشال انفيرو بيجاستريك. زي الحاله دي بالظبط، دي صوره من الكتاب، دي حاله كده من البراكتس. تمام خلاص. وانت عارف ان السورسات ايه؟ يا بيلفيك سورس زي الحاله بتاعتنا، يا اما بيرفوريتور هو اللي ريفلكسيف دور عليه بقى، يا اما لو تحت الليفل شويه هيبقى جاي من الشورت ساكنس او من الجياكولين. دي كانت المعلومه الاولى في الحاله، وقلنا انها ريفلكس بايلاترال ريفلكسيف اوفيريان فينز. المعلومه الثانيه بتاعت الحاله ان ممكن الاقي سيجمنت ريفلكسيف وسيجمنت كومبتنت، سيجمنت انكومبتنت وسيجمنت كومبتنت. المنظر ده عادي جدا، بس قول للكلينيشن اولها فين واخرها فين. تمام كده، احنا لغايه دلوقتي رفعنا ثلاث حالات ريليتد للباريكوز فينز، حاله تيبيكال باريكوز اللي هي رقم 106، حاله اي تيبيكال باريكوز اللي هي رقم 109، حاله تخدعني تيبيكال ديستريبيوشن لكن اي تيبيكال كوز اللي هي حاله انكومبليت انكومبتنس الحاله بتاعتنا. بالتوفيق ان شاء الله، وان شاء الله ارفع لكم حالات ثانيه من الباريكوز في الفتره القادمه باذن الله. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.